صباح الخير. صباح النور. هلا، شنو اسمك؟ اسمي زينب. هلا وسهلا زينب، شلون صحة؟ الحمد لله تمام. شلون الامتحانات؟ So far so good، الحمد لله. حلو، ماشي الأمور يعني نص نص؟ يعني بدينا ندخل بالصيدلة هسة مرحلة ثالثة، فالحمد لله الأمور تمام. شنو أصعب مادة عندك؟ أصعب مادة عندي أعتقد بايوكيمستري اسمها. بايوكيمستري. عندنا اليوم سؤال أريد نسألك ونعرف شنو رأيك به. إذا كان بإيدك إنه أنت تبطلين عادة حتى تغيرين نظام الكوكب وتحسنين إن الكوكب، شنو هي العادة؟ أعتقد يعني الجهل أو انتشار الأمية، هواي ناس ما يعرفون يقرون ويكتبون خصوصا البنات، فأي هي الجهل؟ أكو مثلاً براسك أو ببالك مقترحات مبطل بها هذه الظاهرة، خلينا نقول لأن أصبحت ظاهرة الآن في العراق للأسف. المقترحات هي أول وتالي هي واهس، هي التعلم والكل هاي، يعني الوعي هي واهس، وإلا أكو الوعي موجود أو انتشر، يعني هواي أكو بوسترات وأكو إعلانات، هواي أكو منظمات دا تنشر الوعي، بس هو اللي ما يقبل يتقبل المعلومة. إذن هو الموضوع إرادة، ثقافة التقبل. أي نعم، موضوع إرادة. شكرا جزيلا حبيبتي. شكرا دليل. صباح الخير. صباح النور. شلون؟ صحة. الله يسلمك. محمد ناجي. سفيان زيدان. مؤمن محمد. شلون الامتحانات؟ الحمد لله زينة. ماشيين؟ والله يوم صيف ويوم هيف. اي والله يوم صيف ويوم هيف. يعني شنو هيف؟ شتي؟ لا يعني تعبانين. تعبانين. لا قصدي يعني الهيف زينين. زين، مستعدين للفاينال؟ والله شكل ليش؟ يعني استونا خلصنا مد وخمس عشر ايام قبل الفاينل. ست ركضه ما جاي لحق، انا ما جاي والله ما جاي دار راسم رجلي. يمكن المرحله الاخيره مرحله خامسه فهي تصير شويه سريعة. اذا غير شوفيان هاي كاميرا هواي يلعب طابه ست. اي والله اريد اغير هاي العاده. زين ليش تغيرها؟ هاي عاده مفيده. هواي مو انا اتاذى بيها طابه، يعني يوميا لعبتين او ثلاثه العب عادي. زين قول لي شنو موقف اهلك من انت تلعب هواي طابه؟ داعمين غير داعمين؟ يعني العب بس بالاسبوع برا يقولوا لي. مو حلو. اي باعتباره مشجع فخلي العالم يتوحد وكل شجع ريال مدريد. حبيبي برشلوني يموت برشلونه وانا مدريدي لكن بغير العيونه. كل شجع ريال مدريد. هاي الفكره بس حرامات الشعب كله ينقهر بيها لوحده. زين البارحه كانت من اللعبه؟ ها؟ البارحه ريال والسيتي. زين مين فاز؟ مانشستر سيتي. مانشستر سيتي. انا شفت هواي ناس صعدوا 4-0. صح حتى والله هسه انا صعب والله ما نايمين البارحه تعبان. وين شفت اللعبه بالبيت؟ لا والله بالكوخ شيء اكيد. شكرا جزيلا شباب. العاده السلبيه. ايوه نفس ما قالوا النت والتسخيت. التسخيت. اهم شيء عندنا التسخيت يعني. عند الشباب اكثر لو عند البنات. اوه ككل يعني. بصوره عامه. ايش تشوف؟ يعني عند الكل تسخين من هذا. هي بصراحة فد عادة إنه ما حد منتبه لها بالأخص هنا بالعراق، اللي هي البلاستيك والتلوث بالبلاستيك وغيره. اللي هي خلينا نقول إنه شايل بيدة مخلفات بلاستيكية، فقبل ذبها ما يدري شنو. بالأخص إنه حاليا أكو هواية يعني أنواع مال أصناف مال الحيوانات جاي تنقرض بسبب هذا الشيء، إنه تتأثر بسبب هذا الشيء. فإنه بالأخص يعني تقريباً كل سنة على حسب إنه بحثة تقريباً 100 مليون حيوان بحري جاي يموت بسبب هذا الشيء، فيعني هي هاي عادة كلش مدمرة. وبالنسبة لتلوث الأنهار ورمي البلاستيك بالنهر بالذات؟ أي طبعاً، هو قلت لك إنه كل سنة أكو إحصائية إنه 100 حيوان بحري جاي يموت بسبب 100 مليون حيوان بحري جاي يموت بسبب هذا الشيء، وأكو أصلاً أصناف جاي تنقرض بسبب هذا الشيء يعني. انا كوي الفاينل. لا الحمد لله زين لعبتنا. اي والله لعبتكم؟ اي الحمد لله. الميدل والفاينل. لا الفاينل احنا وصلنا للفاينل. اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق. اول سؤال عندنا اللي هو اذا كان بيدك اكو عاده تبطلها حتى تغير نظام الكوكب او تحسن نظام الكوكب، شنو هي هاي العاده؟ والله يعني راح ابطل سجاير. التدخين؟ اي التدخين ابطل سجاير ان شاء الله. نرجيله وهاي سوالف يعني. هاي السجاره هم ذبيتها. زين تقدر تبطلها؟ اي لا اقدر. يعني من اليوم تنطينا وعد راح تبطل السجاير؟ بس واحد يعطيني سجاير دار اخر واحده. ما ادخنها بعد. تمام شكرا جزيلا حسن. صباح الخير شلونكم؟ اقدر اتعرف باسمائكم؟ زهراء. زهراء. سرار.
سرار، شنو معنى اسمك؟ ليه تختي فوق القمر. حلو. بنوتات شلون الامتحانات؟ سولفونا شلون الفاينال، شلون الميد؟ والله يعني بنحاول ان شاء الله يعني نشد حيلنا ونطلع من هالسنه بدرجات حلوه يعني، وهي احنا طب يعني فشوي راد نتعب نفسنا اكثر ان شاء الله. شلون استعداداتك للفاينال؟ والله يعني احنا صار لنا فتره انه هاي الفتره الاخيره ورا الميد من شفنا درجاتنا بالمشاهد كل زينه، فعلى الكورس الثاني حاولنا نشد حيلنا اكثر، وامتحنا قبل فتره يعني العمليات وبعدها بدنا نمتحن، يومها عندنا امتحان نحاول ان نجيب بها درجات زينه حتى يعني نقدر شويه بالنظر نرفع نفسنا وننجح ان شاء الله. حلو. طيب برايكم راح يكون الميد اصعب لو الفاينل؟ احنا لا فصلي، فعندنا بس ميد امتحنا، الميد دائما يكون اصعب من الفاينل، الفاينل يعني اسهل يكون. الفاينل اسهل عموما؟ اي اسهل بهواي يعني، العام كان الفاينل اسهل من الميد. حلو، يعني عندكم هسه مستبشرين بالجاي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا اليوم اريد اسالكم سؤال، اذا بيتكم تبطلون عاده، هذه العاده تدمر الكوكب، شنو ممكن تكون هاي العاده؟ مثل ما قالت رمي، الاوساخ يعني كلش منتشره يعني عند شو اسمه المجتمع، انه يذبون باي مكان يعني، مع انه هي اكو هوايه اماكن متوفره عندهم يذبون بيها زين، بس هم لا يعني ما تستخدمين الطريقة الصحيحة لرمي النفايات. أحاول مثلاً أستعمل المكانات القريبة، أستعمل مثلاً البايسيكل، أو مثلاً إنه أروح بمواصلات عامة أكثر ما أستعمل السيارة مالتي الخاصة، إنه حتى لا يصير أكثر تلوث يعني بالاحتباس الحراري وهالأشياء كلها. إحنا الحر اللي دنا نعيش به هسه هذا كله يعني من وراء هاي السوالف اللي نسويها. صحيح. شنو رأيك؟ نفس الحكاية يعني، ما ممكن يعني ممكن تكون رمي النفايات، ممكن تكون تقليل استخدام السيارات الشخصية واستخدام العوادم السيارات، هذا ممكن أيضا يسبب تلوث كبير. طيب شنو رأيكم باللي يرمي النفايات من شباك السيارة؟ يعني كلش مستفز، كلش مستفز، صحيح؟ حرفيا متخلف. يعني شنو تحسون من تشوفون سيارة أمامكم سوت هذا الموقف؟ من تقولي لي ليش يعني، ها يلا عبقت علي، زين انت من نفسك والبقية راح الإصلاح يبدي من وين؟ من نفسه، من الذات. تمام، شكرا جزيلا لكم، أنا كان حواري وياكم جدا لطيف، ممتنة منكم.